لو سمحتي بلطكي البنت انا بكملها شعرها، حممي لها شعرها. اهلا ابو زيد، تفضلي. السلام عليكم. بس شوي نعم. نظف المغسلة منيح. إذا بتريد أعمل لك شو هاد؟ أنا أول ما فت على الصالون كلياته كان بنات قاعد، هلا كلياته شباب قاعدين على الكراسي، بعدين لما أول ما فتت استقبلتني بنت. يعني أنا اللي استقبلتك وقلت له لأحمد يقصل لي يوصل لك شعراتي. أنا شفتها كانت بنت، حتى بالعلامة كان في هون، هي الست موجودة ليك اسألها. يا مدام يا مدام شو هالأرقى اللي سموها كاميرا خفية؟ لا 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 سرتنا وخلتنا نضحك ضحك هنية. لما بتطلع بالتلفزيون بيضحكوني ضحكوني ضحكوني. تفضل شرفي. ايه تفضل يا شرفي. يا رضوان غسل لنا زي الريش. ايه على راسي. تفضل تفضل شرفي. شو بدي اصير لك متحممة؟ بتعرف هيك شعرك شوي في عفوا شوي شوي عفوا يا رضوان سكر المي لشو. تعال يا احمد. ايوه ظبطت لي ومرفعت تمام تنتهي كملي تغسيل هون. بعدي شغلتك شو غسل لك يا؟ لا استعدوا زفر 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 شو زفر؟ رحت زهر ما عم ننضف غريب ما عم ننضف شو شو بتشتغلي مكنسيان انت؟ فضي اطلع البيرة شوي شوي. طب شو يعني شايفين شي بشعري؟ انا شايفه كثير زفير ما بعرف شو القصة ما عم يزبط معي. شو عم يعملكم؟ امبارح حملته لسا حسون؟ يا حسون تعال غسل تعال ساكني خذ الكرسي رقم 6. يا استاذ انا غسل لي اياه. صار لك مرتين غسل لي اياه. لا 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 ما عم يستعملوا الكفوف؟ لا لا شو كمان هي شغله جديده؟ لانه ايديه وسخين. منين بدهم يظبطوا؟ بدي اغسل لك قبل شوي ايديه وسخين. طيب هلا هلا غسل لي اياه هو ايديه وسخين شعراتك ما فهمت بس هلا غسل لهم يلا ولا يهمك دموزيل ولا يهمك يا دموزيل. لا ابدا هلا بثواني عقمه بثواني هلا ريلاكس. شايفه شعراتي كيف انا؟ شايفه شعراتي كيف؟ هلا مثلهم بدهم يصيروا. وين الشامبو؟ شو هون عم تجيبي؟ لا ولا يهمك يا دموزيل هن نزعوا لك شعراتك.
لون كانوا كلهم خضريه بس بيقربوا لصاحب المحل واسطه يعني. انت كمان واسطه؟ شلون تنفتح هي؟ لا انا شغال هون هلا غيروا المغسله في مي سخنه ومي بارده معلي. خلصوني كرمال الله. غمضي عيونك غمضي عيونك غمضي عيونك. ايوه هلا حطالع لك المحرمه. ايوه ولا يهمك. طب انتوا يعني شايفين شي بشعري يعني؟ لا لا بالعكس شعرك كتير ناعم وكتير. يشو هاد الاسود؟ لا لا ما في شي ما في شي. فكت شعره فكرت عفوا اسف فكرت صرصار صغير. لا ما في شي ما في. طولي بالك طولي بالك. خلصنا يلا يلا دادي ويلا ويلا. لحظة سواني بتريدي شو يا حسون؟ يلا في عندك في شي يا معلم؟ بعد نفسك عن شعراتك. يلا رح نحط المي السخنة هلا. طولي بالك ايه ها هلا شايف كيف عم يلمع؟ كل شي اختلف كل شي اختلف كل شيء اختلف. هلا ما بيصفى ولا شعره ما بيصفى ولا حب. لا عم بمزح انا بنكد كثير. شايفه اجى على عيونك ما يا عيونك يا ابليس. شايفه كيف شامي ريحه الشامبو هاي عند موزيل بتغوي بالقلب. خلصنا؟ لسه طولي بالك. نقطعت المي؟ لا رضوان؟ ايه؟ اترك لي من ايدك، اترك هالراس اللي بايدك، اعطيني سطل المي حبيبي، يلا بسرعة قوام. طولي بالك انسى شعرك. تعال شوفي شعرك كيف؟ تنزعي ثيابك، تنزعي ثيابك، تنزعي ثيابك. لا طولي بالك، مش بدك تروحي بالشارع؟ أحسن ما بصير، عشان سمعت المحل، إذا بتريدي. إذا بتريدي لا إذا ممكن لا إذا بتريدي لا ما بدي. لك انتو ديروا وشكون خلص انتي بتحطوا رأسك هيك هلا ممكن لا حتى لك شعراتي أول أنا بتحب تحمم شعرك بالحالات الطارئة هيك بحمم أنا ما بدي لا معني شي ثواني إذا بتريدي خلص إذا بتريدي إذا بتريدي ما بصير لا 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 أنت عادي لقلك شو مستحيل إجت المي إجت المي ها إجت المي خلص ارتاحي ارتاحي رضوان رجع سطل لمحله سطل الطوارئ خلص ولا يهمك ها هلا هذا اخر تم وبصير شعرك مثل الليره نقطعت المي رضوان هات السطل هات السطل هادي الكاميرا الخفيه بدها خفه وشطاره بتكوني كاميرا حبالك وانت مو اخذ بالك متحركش بأبطالك تعوا شوفوا يا نظارة عالهوارة الهوارة كبرها ومالا دبارة هادي كاميرا الخفية بدها خفة وشطارة